صوتي باش نعلق على الحكومه اللي تم تعيينها اليوم. عندي بالك ثلاث نقاط حبيت نعلق عليهم. النقطه الاولى، فريق احمد قريت صالح واش عينه؟ نائب وزير الدفاع الوطني. شكون وزير الدفاع الوطني في نفس الحكومه؟ عبد العزيز بوتفليقه. فريق احمد قريت صالح يقول يا عبد العزيز بوتفليقه مش قادر يتولى منصب رئيس جمهوريه. نظن ان الفريق احمد قريت صالح اليوم يستقيل. حك انت ماكش معطي ربي بلي يقدر يكون رئيس. كيف ما انت راك حتخدم سو ساتيوتال. هذه الاولى شغل اللي جاتني بيزار. تقول لي بلي سعيد خاين وحصلناه وكذا ودرنا له وكذا. بصح سعيد ودار بدوي وبدوي تاع سعيد وبدوي دارو قبل ما تدور عليه انت. هذه ثاني نقطة غريبة. هدى فرعون باينة على شبقات، الشعب الجزائري كاع باينة على شبقات. الله يعاون العائلة والله يكثر خيرك القايدة، يعطيك الصحة. أنا ولا غير أمان أنت، عندي واحد 24 ساعة نضرب مع روحي، قلت بالك راك على حق وكذا وأنا راني على غلط. الحمد لله هاي الحكومة القايدة، السلام عليكم.